ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمه طبعا اي شخص يعني بيعاني من زياده في الوزن بياخد قرارات انه ينزل في وزنه يبدا يدور على طرق اكيد سريعه علشان ينزل في الوزن لكن اكتر حاجه بتخليه متردد متخوف هو من الفكره دي هي الاثار اللي ممكن تحصل نتيجه للنزول في الوزن بشكل غير صحيح طبعا ممكن يدوخ ممكن يتعب شويه ممكن يحس انه في تعب من اقل مجهود بشرته شعره بيتاثروا غيرها من الاثار طبعا الجانبيه السلبيه لكن الاثار دي ممكن جدا ما تحصلش لما نعرف ازاي نخس بشكل صحي وده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا يا فندم سعيد جدا بوجودي مع حضرتك مشرفنا يا دكتور والله بجد وسعيده خليباً. لانه اكيد يعني اسئله كتير بتدور جوانا وانتهزنا الفرصه بوجود حضرتك ان حضرتك تجاوبنا عنها وانا تحت امر حضرتك الله يسعدك طبعا اول حاجه انا دلوقتي واحده ممكن اكون بشوف نفسي في المرايه بس شايفه نفسي عاديه مش شايفه نفسي زت اعرف منين ان انا زت اذا زي كنت انا شايفه نفسي عاديه طب خلينا الاول قبل بس ما نخش في موضوع السمنه آه. اه انا في برنامج اسمه آه مهارات عظيمه صح كده ايوه مظبوط على فكره الاسم على مسمى يا رب يخليك هتقولي لي ليه آه. اولا الكريب بتاع امبارح اكثر من رائع آه الله يخليك يا فندم حاج انت عملتي حققت المعادله الصعبه ربنا يخليك خلي بالك من ضمن الاسباب الاساسيه في السمنه الفتره الاخرانيه هو الفاست فود صحيح. اللي هي الوجبات السريعه مظبوط اللي احنا بناكلها في الشارع <applause> انت حققت المعادله ان انت عملتي الوجبات السريعه في البيت بطريقه صحيه. الحمد لله. عشان كده انت عارفه اول حاجه لفتت نظري في هنا ايه؟ اه زيت الزيتون. اه هتسالني ده ايه؟ ايوه مظبوط قبل ما ندخل صح. يعني من الاخر انت النهارده خليتي الاكل السريع ازاي نعمله بطريقه صحيه في البيت؟ ايوه الحمد هو لله. هو ده عشان كده ده الابتكار. الحمد عشان ريك. ده هو هنا حاجه عظيمه فعلا اشكرك يا دكتور شهاده اعتز بيها لا لا دي على, على راسي يا دكتور احنا والله لما ما حدش دي, دي حاجه لا والله بجد هي ما هو خلي بالك هو الحاجات اللي منتشرت اخيرا اللي هي الفاست فود اللي هي الوجبات السريعه دي صحيح كل, كل الولاد بيميلوا ليها صح خلي بالك هي الوجبات السريعه مشكلتها مم. ان هي فيها كميه دهون مشبعه غير عاديه الدهون المشبعه دي اللي هي من ضمن الاسباب الاساسيه اللي بتؤدي للسمنه لان حضرتك لو تعرفنا ان واحد جرام دهون بيدي تسع سعر حراري ياه تمام طب اقول لحضرتك على حاجه تعرفي ان اكتر حاجه فيها دهون هو الجلد بتاع الطيور اه عشان كده احنا بنحاول نطعمه بره اه ونقعد ناكله ونقول ده مقرمش بره صحيح انت حققتي هذه المعادله ان انت عملتي اكل طعمه حلو وبطريقه صحيه أشكرك. انا اشكرك ميرسي يا دكتور ميرسي حضرتك عايزين بحاجة تقول لنا امتى اعرف ان انا وزني زايد وامتى انتبه للموضوع ده طيب. خلينا اولا سؤال حاجه ده هو الاساس اه بتاع الموضوع بتاعنا اولا عشان اعرف وزني زايد يبقى عندي ميزان تمام هل احنا عندنا ثقافه الميزان ولا لا لا لازم نعرف كل يعني ايه بتهرب من الميزان يا دكتور اولا ما هو حضرتك عشان نحل اي مشكله لازم نواجهها تمام تمام ثقافه الميزان اولا اصبح الميزان في البيت مش من الكماليات من الاساسيات وعلى فكره الميزان سعره مش غالي أوكي. لازم كل بيت يبقى عنده ميزان مه. تمام ولما يبقى عنده ميزان يبقى لازم اعرف انا ازاي اتعامل مع هذا الميزان اوكي اتعامل مع هذا الميزان في قواعد لازم نلتزم بيها باوزن نفسي في وقت ثابت في الاسبوع يعني مثلا انا بوزن نفسي يوم السبت الصبح اوكي تمام في مكان ثابت يعني ما النهارده اوزن نفسي في ريسبشن وبكره اوزن نفسي في اوضه النوم وبعد اوزن نفسي في الحمام لا انا مثبت حاطط الميزان في مكان ثابت في البيت بثبت اللبس مهم. يعني ايه يعني ما النهارده اوزن نفسي بترنج بكره اوزن نفسي بشورت لا أوكي. انا هنا ثبت علشان اثبت العوامل بتاعتي مزبور. اخر حاجة هو انا بوزن نفسي قبل الفطار، بعد الفطار، بعد العشاء بثبت نفسي. أوكي. لو انا هاوزن نفسي قبل الفطار يبقى انا بوزن نفسي قبل الفطار على طول. مظبوط. تمام لان الرقم اللي بيطلع لي ده هو اللي انا ببني عليه بقى. صحيح. طيب انا وزنت نفسي. اعرف نفسي هو انا في انهي حتة؟ هو انا وزني مثالي؟ ولا بعاني من السمنة؟ ولا و... ولا داخل على مراحل متقدمة من السمنة؟ ولا انا عندي نحافة؟ عادلة بسيطة جدا. الرقم اللي بيطلع الميزان اللي هو الوزن بتاعي. بقسمه على مربع الطول اوكي إيه بقى قصة مربع الطول ده برضه سهل الرقم اللي هيطلع اوزنه على طول اوكي هيطلع رقم تمام. اوزنه ثاني اقسمه ثاني على طول على طول فهمت الرقم اللي هيطلع ده ليه تفسير عندي مم. لو الرقم ده من 17 ل 19 من 19 ل 25 يبقى انا هنا وزني مثالي حلو يبقى انا ماشي على اسلوب كويس في حياتي في الغذاء وفي الرياضه وفي كل حاجه مم. لو اكتر من 25 ل عشرة خلي بالك انت عندك زياده في الوزن أوكي. بس انت داخل على سمنه يبقى آه. لازم هنا ابتدي اقف مع نفسي واقفة بقى طب اسال سؤال هنا دكتور اقدر اه. اقدر هنا في بعض البرودكتس امنه اه. طبعا اقدر استخدمها اللي هي بقى في المرحله دي طبعا. اللي هي تتذوب في الميه وتديني امتلاء فانا ابدا الحق نفسي بحاجه اقدر عليها وده طبعا. امن ولا يعني عايزة اتكلم حاجه في الجزئيه دي بقى هنا في النقطه طبعا. دي تمام قبل ما اوصل للسمنه اللي انا هحتاج فيها اروح لدكتور واتابع واباشر نظام غذائي حل. معين حلو اه هو بص حضرتك السمنه هي اسلوب حياه اوكي يعني ايه اسلوب حياه انت بتتعامل ازاي في حياتك كسرت نقطه مهمه جدا أوه. هو انا ممكن استخدم حاجه امنه مم. اه هي كلمه امنه دي هو المستحضر اللي بيستخدمه ده ايه مركباته وايه مكوناته مظبوط تمام ايوه ولو تسمحي لي انا لساني وكني ان انا اقول بيستا اتفضل أقول اه بيستا. طبعا ايوه وخلي بالك انا لما جيت اتكلم على بيستا بحكم شغلي انا جربت بيستا اوكي تمام عايزين حاجه تقول بقى ايه ليه اخت... يعني ليه اخترته وليه دعمته قول لنا بقى الاسباب بس برضو قبل ما نخش بيستا لازم عشان برضو الامانه العلميه تقتضي ان معادله مؤشر الكتلة اللي احنا قلناها من شويه دي أيوة. وما ان احنا في قناه الاهلي وقناه رياضيه طبعا هذه المعادله لا تنطبق على الرياضيين أوكي. ولا على الاطفال أوكي. لان الرياضي ممكن المعادله دي بس هو يبقى عنده جسمه فيه عضلات فاهم وده برضه هنربطه ببيستا اوكي تمام؟ طيب نتكلم طيب. ايه عن بيستا بقى بستا بيستا بيستا خلي بالك رقم ثلاثة هو كلمة السر في حلقتنا النهاردة وهنعرف ليه لأن إحنا بنقول إن بيستا هو منتج نازل عشان يعمل أوه. حاجتين ده شكله يا دكتور هايل اه اه لا أوكي. هو شكله حضرتك أنا ماشي بيه تمام بص حضرتك بيستا أنا ماشي بيه ما شاء الله لأن ده على أوه. فكرة هو ده فيه اه ليه؟ هنعرف بعد كده أنا بيستا ده بستخدمه إزاي اه إزاي هو السر خلينا نقول نتكلم على بيستو بيستو عباره عن ايه وهنعرف يعني ايه كلمه ثلاثه دي هي كلمه السر عندنا بيستو اولا هو بيعمل ثلاث حاجات اوكي بينظم شهيه ومعدلات شبع م -م. بيزود معدلات حرق بيحرق دهون كويس قوي ادي الثلاث حاجات اللي هو بيعمله لان احنا دايما بنربط الشهيه بالشبع م -م. شهيه شبع مظبوط بيزود معدلات حرق الدهون بيساعد كمان كويس كمان؟ اه ليه المكونات اللي فيه م -م. تمام لما نيجي نتكلم ان هو عباره عن ثلاث حاجات برده الحاجة الأولانية بنحطهم في مجموعة واحدة اللي هو الشوفان آه والسيليوم ورات ده, ده ظرف من جوه العلبة هي أيوة العلبة فيها أظرف يا دكتور صح أيوة كده؟ فيها أيوة تقريباً كام ظرف؟ أيوه العلبة فيها 10 أظرف كويس أوي تمام تمام كده؟ آه نرجع تاني للبس آه احنا اتكلمنا ان هو عبارة عن مكوناته عباره عن شوفان شوفان ايوه سيليوم سيليوم رده القمح رده القمح دي هايله ده اول جروب لان هو فيه ثلاث حاجات تاني والله طب الحاجات الاولانيه الثلاثه دول بيسموهم فايبر اللي هي الالياف الالياف اه قصه الالياف دي قصه كبيره على فكره ليه؟ لان فيها الياف ذوابه في الماء وفي الياف غير ذوابه لما نيجي نتكلم على السيليوم السيليوم والشوفان دول بيسموهم زوابة الياف زوابة يعني ايه بقى الياف زوابة؟ مم. يعني حضرتك لما تاخديها تنزل معدتك تنفش ايوه تملى صح على فكرة هو العمليات بتاعة تكميم المعدة أو تدبيس المعدة أو الكبسولة عبارة عن ايه؟ ما هي كده إن أنا نفس الفكرة يا دكتور حجم آه المعدة مظبوط لما أنت تاخدي حاجة كده تاخديها قبل الأكل بنص ساعة وتنزل معدتك وتنفش فأنت رغبتك في الأكل هتقل آه طبعا قلت طبعا تمام؟ حلو طب ردة ردة القمح رد الياف غير زوابه الياف غير زوابه اللي هي بتديكي احساس بالشبع, بالشبع. عشان كده بنقول ان هو بيتحكم في الشهيه او في الشبع صحيح تمام كويس هل بيستا وقفت على كده اه لا امم في حاجات تاني الكروميوم اوكي والكروميوم ده قصه طويله اولا الكروميوم ده هي حاجه طبيعيه موجوده في الجسم صحيح ولكن نتيجه العادات السيئه الغذائيه بتاعتنا فالكروميوم ده يقل الكروميوم ليه علاقه وطيده جدا بزياده الوزن مم. الكروميوم يقل الوزن يزيد ليه برضه؟ لأن الكروميوم مسؤول عن حرق النشويات. امم طب ايه يعني نشويات برضه؟ النشويات دي اللي هي تبع الكربوهيدرات بتمثل 60% من وجباتنا. صحيح. هي أي وجبة المفروض مع رز معاها عيش معاها كل حاجة بطاطس، اه طبعًا. أي وجبة عبارة عن 60% كربوهيدرات، 20% دهون، 20% بروتين. صحيح. فاحنا النهارده مشكلتنا في 60%. صحيح. أنا بقول لحضرتك لا الكروميوم اللي أنا حاطهولك هنا اللي هو أعلى تركيز موجود في أي دواء موجود في مصر 500 مللي جرام. ياه yeah. هو الجسم محتاجها علشان يقوم بعملية الحرق. الكروم بيعمل حاجتين ان هو بيزود حرق النشويات دي رقم واحد، رقم بي... هرمون الانسولين بيعمل انتظام في هرمون الانسولين، هرمون الانسولين ده مسؤول عن بيئه حراريه، عن ازاي النهارده يخلي ينقل الجلوكوز اللي هو ناتج من الكربوهيدرات ينقله في من الخلايا للدم ما يبقاش عندنا كتله دهنيه. يبقى ده الكروميوم. Okay. مش كده وبس بقى احنا مم. اتفقنا رقم ثلاثة احنا دلوقتي اتكلمنا على الجزء الثاني في رقم ثلاثة تمام عندنا الفيتامين سي فيتامين سي الفترة الأخيرة خد شهرة واسعة أوي طبعا خد كناش بنلاقيه أصلا اللي هو في المناعة تمام تمام لا ده فيتامين سي مش بيضاف للمناعة بس وكمان بيزود امتصاص الحديد لأن هتقابلنا مشكلة مع الناس اللي بتعمل دايت إن هي بتعاني من نسبة الهجنون قليلة فأنا بقول له لا تعالى أنا النهاردة هديك فيتامين سي فيتامين سي ده هيزود من سرعه امتصاص الحديد كويس تمام الحاجه الثانيه ليه دور في زياده الحرق كمان اه نيجي لاخر حاجه اللي هي اللي, اللي هو الفيتامين سي نسبته 30 مللي جرام اوكي اللي, اللي كرانتين ده 50 مللي جرام اللي اللي كارنتين ده بقى حضرتك لو رحت اي جيم بيدوه لاي حد اوكي ليه؟ لان هو بيعمل على تحرير الدهون من الخلايا وتبقى مصدر للطاقه اوكي هنا انا اديت الجسم الطاقة طاقه داخليه مش طاقه من بره اه ما خدهاش بقى يعني من اكل خارجي خدها من جوه جسمه عشان كده بيستا بنقول ان هو منتج متميز ومتفرد بتركيبه ما بتركيزات مش موجوده في السوق المصري طب انت نتناوله ازاي يا دكتور يعني ياخده ازاي بقى لنا بقى صح ايه نعمل ايه اول حاجه يبقى موجود معانا في اوكي خلي بالك ليه لان هي احنا مشكلتنا انت عارف حضرتك لما بيجي لحد يعمل له نظام غذائي يقعد يمشي عليه اسبوع اتنين ويزهق ويمشي طبعا تمام لا انا مش هطلب منك نظام غذائي لان م. انت اوريدي هتعمل نظام غذائي هتقلل الكميات اللي بتاخدها نتيجه انك بتاخد دسم بس الوجبات الاساسيه م. والمقصود بالوجبات الاساسيه ايه لو انت بتتغدى جامد الوجبه م. اللي هي الاساسيه دسمة. اه فهمت. دسمة. سواء كانت فطار او غدا او عشاء او الثلاث وجبات على فكره في ناس بتديها في الفطار وتديها في الغدا وتديها في العشاء حلو قوي <applause> باخد كيسين من ده كويس بدوبهم في كوبايه ميه اوكي او عصير ايوه تمام او كوبايه لبن من غير سكر <applause> تمام واشربهم قبل الاكل بنص ساعه كويس عايزك تتخيلي ايه اللي بيحصل؟ هينزلوا في جسم حضرتك هينفشوا في المعده مم. فانت هتلاقي نفسك كميه الاكل اللي انت هتكليها بعد نص ساعه هتقل لا طبعا الحاجه الثانيه هيقلل امتصاص الدهون مم. فبالتالي ان انت حتى لو كلت حاجه فيها دهون فهتتحرق واخد بالك انت وعند الكروميوم مم. الكروميوم زي ما اتفقنا هيزود معدات الحرق هو فيتامين سي والال كارانتين كويس عشان كده بنتكلم بيستا هو فعلا ذا بيست خلي بالك الاسم مم. انا ما اعرفش الشركه آه. سميته عشان هو ذا بس فعلا بيستا ذا وده من خلال التجارب على فكره انا باخده اول حاجه بحطه في جيبه مم. بروح جاي قبل ما معزوم بره آه. يعني زي ما هتعزم حضرتك كمان نص ساعه كده اروح واخد الاثنين باكت في كوبايه ميه واروح شاربها مفيش اي مشكله خالص مم. طب تمام. ممكن نعمل تجربه يا دكتور نشوف بيها بقى القصه دي آه بس ده بس انا هحتاج معلش اتفضل يا فندم ايوه تمام اهو ايوه بسم الله وعلى فكره بقى طعم طعم التفاح والله تمام بروح مقلب كويس ايوه طبعا بحط اتنين باكت اتنين الجرعه آه. اتنين اتنين. طب دكتور آه. هو ليه اي اضرار؟ ريحه ال... لا ده حضرتك اي دا مع... حد يقدر ياخده يعني حضرتك ده مواد طبيعيه فهمت خلاص حاجات... انا باكد لا حاجات حاجات أنا طبيعيه انا فاهمه بس انا باكد مع حضرتك عشان في اصدقاء لينا اكيد هيراودهم السؤال ده بيتفرجوا علينا فنبقى حضرتك ريحه التفاح و... وطعم التفاح وشكل التفاح يعني كمان طعمه مستصعب اه ده حضرتك انا يعني حضرتك ريحته واضحه قوي اه بس واروح شارب الكوبايه دي قبل الاكل نص ساعه بس انت هتلاقي نفسك عملت نظام غذائي من غير ما من غير ما حد يقول لك تاكل ايه وتشرب ايه مم. انا ممكن ادوق يا دكتور هو طبعا لازم يتشرب وهو وهو كده ولا بندوبه يعني بشكل يعني بنسبه اكبر على فكره اي حاجه بودره لازم لا لا تمام اي حاجه بودره بسم الله يستحسن ان هي اه انت هتشربيه عشان الاكل اللي لا عشان طعم التفاح عايز اتاكد ان طعمه مش وحش بسم الله طعمه مستساغ جدا على حلو فكرة. قوي اه طعمه مستساغ جدا حلو جدا خلي بالك ده احنا حطيناه كمان على ميه في ناس يقول لك لا حط على عصير حطه على بس العصير على من غير سكر بقى عصير عشان نبقى احنا بنعمل الصح آه. طبعا عصير من غير سكر خلي بالك بقى الميستا فيها كمان ان هو بقى قوي. مصدر للطاقه بس مم. مصدر للطاقه داخليا مش خارجيا اه علشان كده هتلاقي بتقابلنا مشكله مع الناس اللي بتعمل نظام غذائي اه هي هو ان تلاقيه كسلان وخملان وعنده حب تحت عينيه وشعره آه. بيقع زي ما حضرتك قلت في المقدمه اه طب العوامل دي يا دكتور دايما نعرف ان بعد ما بنخس لازم يكون في شويه عوامل بتضايقنا وشنا بيبان عليه وناس تقعد تقول بقى انت انت خاسس انت عين او الجسم او الشعر يقع او الظوافر تتقطم يعني الحاجات دي نعالجها ازاي بقى لا هو, هو, ليه بقى ما هو انت حضرتك لما تاخدي بيستا انت آه. مش هتعاني من المشاكل دي اه وخاصة واحنا عندنا مصطلح تاني هنقوله لو عندنا وقت نتكلم عليه آه. احنا بنتكلم هنا على بيستا ميزتها في ايه حضرتك؟ مم. انا ما منعتكش من حاجه على فكره كل اللي بس انت الكميات عندك قلت اوكي الكميات عندك قلت ليه لان معدتك حجمها صغير صغرت اه وجبتك صغرت وجبتك صغرت مم. الكميات اللي انت بتاكلها صغرت قلت مم. فانت هتلاقي نفسك وصلنا للمعادله اللي هو الجديد دلوقتي في علم التخسيس ايه هو ان انا ازاي النهارده ما محرمكش ما احرمكش من حاجه أيوة. وفي نفس الوقت اخلي وزنك ينزل كويس. المعادله بتقول ايه انا ما منعش ولكن اقلل فهمت هو ده اللي بست عمله مم. هو خلاك تقلل كميات بس ما منعك ما منعكش من حاجه لا وحاجات طبيعيه بقى احنا دلوقتي في الامان ولا بقى ضربات قلب ولا راس ما عرفش ايه ولا الحاجات دي خالص حاجات كلها طبيعيه عارفينها خلي, خلي هو هو ده في ادويه كانت نازله في السوق من فتره آه. كانت بتشتغل على سنترال يعني بتشتغل على مركز المخ دي احساس بالشبع ودي اتسحبت من السوق لان كانت بتؤدي لدور الاكتئاب و... وناس بتنتحر اتسحبت عشان كده و... وحاجه طبيعيه طب دكتور انت إد... حضرتك قلت لي ان في كورس متقدم من الشركه ممكن تقول لنا عليه عشان اصدقائنا يعرفوا عنه بخصوص بيستا تمام آه. ك كوست كفلوس اه حلو قوي عشان بس برضه هيفرق معانا الناحيه الاقتصاديه اه اتفضل حضرتك وانت شغاله في مجال المطبخ ايوه تمام حضرتك معروف دايما ان انظمه الرجيم تكلفتها اعلى صحيح من النظام العادي مزبين. يعني حضرتك النهارده لو رحت تشتري عيش سن اه هيبقى طبعًا، اغلى طبعا من العيش العادي مظبوط تمام حلو قوي يبقى خلينا نتفق على شيء ان تكلفه الاغذيه الخاصه بالدايت مكلفة. مكلفه جدا مكلفه طبعا انا حليت القصه دي كلها حضرتك كورس شهر من ده ب 570 جنيه أوكي. اللي هو يكفيك شهر انك تاخد اتنين في اليوم مم. يعني الست علب اللي هم هيكفوك شهر 570 جنيه 6 علب ما شاء ست الله 6 علب اللي هم يكفوك جرعه شهر, شهر اثنين باكيت في اليوم قبل الوجبه الاساسيه سيه. بتاعتك أوه. بنص ساعه هايل ده انت حضرتك لو رحت اشتريت عيش سن أه لا هيكلف مظبوط آه لا وبعدين هحط في سلطات حاجات تانية بقى لا أنا بديك عشان اجيب الالياف تملى معايا آه واشتري الحاجه دي غاليه جدا يا دكتور اه, على آه من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا مع المريض بتاعنا مريض السمنه ان هو فعلا يقول لك عاليه طبعا التكلفه عاليه وبعدين خلي بالك هو بيزهق طبعا هو بقى ده ديلي معاه ده حاجه روتينيه صحيح عارف هو حاطط الباكت في جيبه وحتى معقول انا الباكت ما اتعملت بصوره خلي بالك انا اتصممت ان احطها في جيبي النهارده مم. اشوف أنا مشيت بيها الموضوع سهل جدا حاجه تنزل بيتك تحطها في جيبك ليه مم. لان انت ممكن ممكن تتعزم بره ممكن على فكره في الشغل لك ايه تعالى بقى نديها النهارده فول وطعميه وارزع طيب احنا هنستسمح حضرتك نعرض الكورس آه على الشاشه لاصدقائنا حضرتك يعني تنضموا وتشوفونا عشان لو في لسه اصدقاء لسه منضمين لينا يبقوا عارفين تمام. بالكورس حضرتك اتكلمت عليه اه بيستا. ده كمان اه بيستا نتكلم عنه اكتر بقى يا دكتور تمام اه اتفضل الكرسي بتاعه زي ما قلت لك العلبه دي فيها 10 ايوه تمام ال 10 دول بيكفوا خمسة ايام اوكي تمام آه هو الشركه منزله اوفر على فكره الاوفر ده موجود بصفه استثنائيه فاذا الكرسي آه لمده شهر فيه ست علب الست علب ب 570 جنيه اوكي هايل يا بلاش طيب احنا شايفين دلوقتي ألف مالتي فيت هو حضرتك يعني الالف مالتي فيت ده انا عارفه ان هو آآ آآ مكمل غذائي صح كده؟ اه فيتامين مصدر للطاقه ومصدر للطاقه الطبيعيه هل اقدر اخده بقى وانا باخد بيستا؟ لا هو المفروض على فكره والله؟ آه. يعني لازم اخد فيتامين مكمل غذائي وانا إحنا باخد احنا هنا الشركه دي حاجه تشكر لهم على فكره آه. ان هم حاولوا يديكم بورتفوليو يديكوا حاجه متكامله مع بعضيها فهمت تاخد حاجه قبل الاكل عشان الشهيه م. وفي نفس الوقت احنا بنعاني من نقص الفيت... الفيتامينز اه بعد ما بنبدا بقى نقلل الاكلات حلينا حل, لنا حل, هذه المشكله تمام لان هو عباره عن على فكره رقم 3 زي ما قلت لك هو في السر ده عباره عن 13 مالتي فيتامين 13 فيتامينات ومعادن 13 م -م. 13 دول ما شاء الله وهم ليهم علاقه على فكره برضو بعمليات الحرق يعني انت بتاخد فيتامينز بيزود عندك الحرق وبتمدك بالطاقه والنشاط وبتعالج لك اي مشاكل تنتج من آه الخز... نقص الاكل عندك اه ان احنا نخس آه. وما ناكلش حاجات فيها آه. مكونات اللي احنا متعودين آه. عليها على سبيل المثال مثلا آه. في فيتامين بي كومبلكس بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 12 ما هي دي فكره ولما رائعة ولما نيجي نتكلم على فيتامين بي آه. هنا بنتكلم على طول في منتهى الاهميه النقطه الاولانيه بما ان احنا بنتكلم على مجال التخسيس فهو بيحسن من التمثيل الغذائي للكربوهيدرات اوكي يعني كربوهيدرات تاخده يحصل على عمليه الايض اللي هي عمليه الميتابوليزم علشان مم. استفيد من الكربوهيدرات بطريقه مثلى ما تخسنش بجسمه على طريق الدهون تمام الحاجه الثانيه فيتامين بي اللي هو ليه علاقه بالاعصاب اه ده مهم قوي عشان كده مريض السكر ياخد القلب مالتي فيت والله تمام؟ مناسب حتى لمرضى آه السكر احنا معانا كل الفيتامين يا دكتور خلي اه الحاجه الثانيه هنلاقي آه مثلا في آه في, كابر... في, في نحاس بقى في حاجه في قلت قلت النحاس دلوقتي اه نحاس لا ده احنا النحاس على فكره احنا ممكن نعمل فيه حالات النحاس م. اولا بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه وبيؤخر من علامات الشيخوخه بيه. علشان كده القلب مالتي فيت ده ممكن يبقى حاجه روتينيه مم. يعني انا باخده بعد الوجبه الاساسيه بتاعي بساعه مم. وهنا لازم يتاخد على كوبايه على ميه كويه. ميه كافيه عشان احنا احنا في الفيتامينز عموما في غلطه بنغلطها ان احنا بناخده بكميه لا باخده على كميه, كمية مية, ميه كويسه كويسة مظبوط يبقى قلت النحاس فيتامين سي اتكلمنا عليه من شويه اه هو بزود. هنا كمان بيزود امتصاص الحديد وعشان كده هم حطوا كمان الفوليك أسد. فوليك اسيد فوليك اسيد آه فوليك اسيد ده ما الا اول شهور الحمل بس هم آه. <applause> من بل العمر ده برضه صحيح. صحيح تمام نيجي نتكلم على الكالسيوم ظاهر قدامي لان برضه في علاقه مع آه. الكالسيوم مع الست الحامل والكلسم في علاقه مع الست اللي معظم الستات بعد 45 سنه بيعاني من هشاشه العظام صحيح والرجاله بعد 50 سنه لان طبعًا. احنا عندنا ثقافه غزيره العظام انتوا عندكم اكبر اه لا هشاشه العظام لان احنا المفروض ان احنا ناخد كميات معينه من في صغرنا ما خدناهاش صحيح فانا انا بدي له هلأ الكالسيوم تمام بدول الزنك والزنك ده برده من ضمن الحاجات طبعاً. اللي كانت مشهوره الفتره اللي فاتت ان هو بيقوي المناعه مم. عشان كده حتى تلاقي مكتوبة على العلبه للمناعه ومصدر للطاقه الزنك بالاضافه بقى آه. ان هو بيقوي المناعه مم. لا ليه دور مهم جدا في الشعر وفي الجلد عشان كده السيدات بياخدوه البنات البيوتين ما دام احنا جبنا سنه البنات يبقى نتكلم فيه بيوتين البيوتين هنا حضرتك له دور فعال عارف حضرتك التقصيف الضوافر اه طبعا واللون البشره والحاجات اللي زي آه والشعر كده والشعر, واليق... طبعا ده الزنك مهم ال... طبعا البيوتين البيوتين كمان مهم يا دكتور اه طبعا ليهم برضو البيوتين اذا احنا بنتكلم هنا على منتج متكامل ك م... آه... حتى حضرتك بصي حتى المحكوطة... ده احنا كده هن... هنخص بصي... بشكل صحي لا يا دكتور انا بجد عايز اقول لك أح... شوف هم حطوا حطوا العلبه اللي على اليمين آه. بسته. أيوة. عشان دي اللي تبتدي بيها ايوه مظبوط وحطوا العلبه اللي على الشمال القلب علشان دي اللي تاخدها بعد الاكل يبقى انا هنا خسستك بطريقه طريقة صحيه وامنه امنه, آمنة. بقى كده على امانه دي خلي بالك دي مكملات غذائيه اوكي حضرتك تقول لنا العرض اخر حاجه عشان لو لسه حد منضم للفقره بتاعتنا عشان احنا قربنا نختم انا بقى لا انا هحط في العرض القلب مونتيفيت كمان يعني لان علبه القلب ميت العلبه أوه. 30 قرص وخلي بالك قرص مش كبسوله وده يبقى سهل في الهضم فهمت لا هو بالامانه ما عملوا كل حاجه صح والله 30 قرص ب 100 جنيه ليه يا دكتور طبعا احنا بنسمع ارقام فلكيه في في الحاجات المستورده وكده اه مع القلب مالتي فيت بنتكلم في 670 جنيه ده يكفوك شهر شهر, آه. شهر. هاي حاجه حاجه مور على فكره حاجه اقتصاديه جدا 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 والله يا دكتور انا يعني سعيده جدا بالعرض اللي يعني بت بتعلن عنه للشركه بشكر الشركه كمان انه في شركات تستحق التقدير وانه في كمان كن احنا بقينا يعني في كنترول اكتر اصبح على طبعا ده مذاكره في وزاره الصحه موجود في الصيدليات يا دكتور آه موجود في الصيدليات الكبرى طبعا تمام ده كويس جدا ومسجل في وزاره الصحه تمام سواء بيستا او قلب مالتي فيت ايوه تمام وواخد هيئه سلامه الغذاء يعني احنا هي. بنتكلم عن حاجه حاجه صح. امنه ومظبوطه و أنا عايز بس اخر حاجه اقولها اتفضل الشركه ما سابتش حاجه لو احنا بنتكلم على قلب ملتفيت احنا بنتكلم على جميع التخصصات معظمها اهو اوكي حضرتك مريض السمنه السمنه نفسها كمرض ليه علاقه بمعظم الامراض العض صحيح والخصوبه والنسا تكاسل المبايض مثلا في موضوع النسا انا نسيت اقول اه في القلب ملتفيت في حاجه مهمه جدا فيتامين اي او ه ده ليه دور فعال في موضوع الخصوبه هايل هايل يا دكتور والله انا يعني مش عارفه يعني نفسنا بقى حاجه تبقى معانا لازم حلقه تانية لا ان شاء الله انا, أنا سعيده وحاجه لان احنا نفصل لنا الحاجه كده جميله مع بعضينا ونحط بقى ناخد البيستا يعني احنا ممكن نبتدي الحلقه ان احنا ناخد <applause> البيستا <applause> ونكمل ان شاء الله اكيد شرفتنا يا دكتور بجد والله يعني نورتنا النهارده ومرسي على ان حضرتك وضحت لنا حاجات كتير قوي بخصوص شكرا المنتجين شكرا شكرا آه بشكر كل اصدقائنا آه على حسن المتابعه لحضراتكم جدا واسمحوا لي طبعا اشكر ضيفي اللي منورني ومشرفني معايا في دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه شكرا جزيلا شكراً لحضرتك واسمحوا لنا يعني الوقت بيعدي بسرعه من هنا لحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده والسلام عليكم